اخي ادي وحده تخاف الله عز وجل. اللي يطيع ربي اخاك، اللي يطيع ربي سبحانه يطيعك، اللي ما طيعش ربي سبحانه والله ما طيعك. اعظم مشكل اليوم في البيوت الزوجيه وللاسف كما كاش الدين، اسمع، فقدت الثقه بين رجل ومراه، ما كاش ثقه. وعبالك اعظم حاجه تبني البيت الزوجيه الثقه، نثق في الزوجه تاعي والزوجه تاعي تثق فيها. روح شوف اليوم الراجل اللي يقدر يشوف الهاتف تاع الزوجه تاعو الا القليله، مش معناش لكن هضروا على الغالب. روح شوف اذا يقدر يشوف الهاتف تاع الزوجه تاعو، علاش ما تخليهش يشوفها انا؟ والعكس، روح شوف اذا هي تقدر تشوف الهاتف تاعو، ما تقدرش. هو ما يخافش ربي، ما تخافش ربي، هي دايره الحرام ودايره الحرام، واحد ما يتخاف. ويقول لك حاجه، الثقه اذا فقدت لن ترجع، هذا مثل عربي يقول لك الكلمه اذا خرجت لن ترجع، والثقه اذا فقدت لن ترجع.